دكتور عماد حضرتك مهمتك 52 54 55 يوم بقوا 53 بقوا 53 ولن تكون متواجد في النادي بعد كده. ماليش مكان في النادي بعد كده لان هيبقى في مجلس اداره معقل موجود هيستكمل الستراكشر او الهيكل الاداري للنادي فيما يراه لصالح النادي، واتمنى ان احنا نكون انهينا مهمتنا بسلام، وهيبقى في التقدير والاحترام اللي بننشده ان احنا ادينا هذه المهمه بمسافه واحده ما بين كل الاطراف اللي انا بناشد فيها دلوقتي، اعضاء مجلس اداره اعضاء الجمعيه العموميه للنادي والساده اللي هيتم تقديمهم باوراق ترشيحهم. ان المصلحه هي الاهم، اتفقوا مع بعض يتم الالتقاء عشان يتم تشكيل مجلس إدارة قادر على إدارة هذا الصرح الكبير. الزمالك حاجة مهولة وعظيمة وقوية بأعضاء وجمعية العمومية. طيب دكتور ده يستاهل مجلس إدارة يقدر يدير هذا الصرح باختبار خلال الفترة القادمة إن شاء الله. طيب دكتور عماد، ما تم تكليفك من وزارة الرياضة، وحضرتك عشت في وزارة الرياضة دي سنوات وسنوات إلى أن وصلت لرئيس المجلس القومي للشباب والرياضة، صح كده؟ الرياضة لرئيس المجلس القومي للرياضة. تمام. دورك كمدير تنفيذي، هل دورك إن أنت مثلا تيجي، هل بتكلف يقول مثلا لو عايز تمشي 20 موظف مشيه، عايز تعين عين، عايز يعني ده دورك، ولا دورك بس ان انت دورك محدد يعني اسمها تسيير اعمال؟ اولا هو المسميات، احنا يعني تم التكليف بالمسميات التي تتفق مع صحيح اللوائح والقانون. ايه بقى صحيح اللوائح والقانون؟ اللي هي بتقول ان يدير شؤون النادي عند استقاله مجلس اداره مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط. فتم الموافقة، مش معقولة يعني السن ولا الخبرة ولا المجال ولا السيرة الذاتية السابقة تبقى مدير تنفيذ، لا دي لجنة تساوي مجلس إدارة مصغر. تمام. مجلس الإدارة المصغر يعمل ما يراه مناسبا لأحوال النادي، بس احنا أخذنا عهد على نفسنا ألا يتم توريط مجلس الإدارة القادم في أي قرارات هتبقى موجودة أثناء تسلمه للمهام. بمعنى يعني انت بالعربي كده، عشان دكتور عماد بالعربي كده، انتوا مالكوش في الانتخابات ولا مع ولا ضد خالص، انتوا يعني جايين يعني على مسافة واحدة من الجميع يعني، وانت مش جاي تمشي ناس وتقعد ناس وتجيب ناس، ده مش دورك. انت دورك الاهم دلوقتي حل الامور المالية الوشيكة اللي النادي فيها. مش المالية بس، وعندنا امور تانية، شكاوى لاولياء امور، اجهزة فنية عندها متطلبات، عندنا امور مش بتتعلق بالمال بس، عندنا نشاط اجتماعي. طبعا ادي مثال لاحظش، لاحظنا احنا التلاتة اللي بندير منظومة نادي الزمالك الان، ان حمامات السباحة الكلور مش موجود، فلاتر المية مش مظبوطة، الكلام ده فوري تم دفع وتسديد عشان الكلور وعشان، والنهارده حمامات السباحه في احوال مختلفه تماما عن ما كانت من يومين فاتوا. تمام. لان عندنا موسم، عندنا فرق بتاعت السباحه، عندنا الناس اللي بيعملوا اوقات الفراغ والترويح في الحمامات اطفال. بنفسنا بنبص على الكابتن فهمي ابتدى بنفسه، وابتدت الاحوال تتحول من شكل غير مرضي لشكل نادي الزمالك الى شيء مرضي جدا، ويكون امن للاعضاء اللي بيرتدوا حمامات. ده على سبيل المثال. النهارده شفنا مثلا المكان، او كنا بنعين المكان اللي هيتلقى فيه اوراق الترشيح، لازم يبقى مضاء في شعارات نادي الزمالك، مؤمن مكانه كبيره مظلله عشان خاطر اوقات الترشيح بتتم من 10 صباحا للسادسه مساء تقريبا، فهيبقى الوقت ده في حر، فيبقى الاماكن متاحه مثلا لو كان اللي يقدم اوراق ترشيحه او النائب عنده بتوكيل عام رسمي بيخش بيقدم الورق معاه اهليته ومعاه ناس من الاعضاء زمايله يبقى قاعدين في مكان مناسب. طيب. وما يليق مع الناس، ويعلن الاوراق المطلوبه على كل البوابات وعلى المقر ده، ويعلن التواريخ المحدده ده.
طيب دكتور عماد، اخيرا تقول ايه لبعض الاعضاء الجمعيه العموميه اللي طالبوا برحيلك، او للسوشيال ميديا اللي ابتدوا ينزلوا صور لحضرتك وانت في قناه الاهلي، صور مثلا وانت بتشيد بمجلس اداره، هي صوره واحده يعني تقول ايه؟ تقول لهم ايه؟ الصوره الواحده دي كان لقاء مجمع لانديه مصر كلها ومنهم النادي الاهلي في مهرجان للرياضه للجميع، وبيقولوا فلسفه الرياضه للجميع وتوسيع خاصه الممارسه الرياضيه، وبما ان انا يعني من الناس اللي بتولى مسؤوليه الرياضه للجميع او كده بيقولوا المهرجان ده وعملوا فيه. فده كان عنوان اللقاء، وهو لقاء وحيد في برنامج اسمه صباح الرياضه او ما شابه ذلك، وليس من اطراف لا الكوره ولا الموضوع الخاص باي لاعب. هو مجرد شعار قناه الاهلي وجودك جوه القناه، فابتدت الصفحات او السوشيال ميديا تكتب. هي بص يا فندم، انا لا اتنصل من حاجه، من الممكن جدا، ولكن لو موجوده اكثر من صوره انا اتحدى. لو موجود ان الموضوع بتاع الحلقه كان بيتكلم على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للأندية كلها، ولكن أولا والوقت ده ما كانش فيه غير قناة الأهلي، يعني كقناة بتهتم بهذا الأمر. الحاجة الثانية، أنا 37 سنة بشتغل في مجال الشباب والرياضة أو مجال الرياضة. اللي بيشتغل في المجال ده لا يعلن عن هوية ولا ينحاز لنادي ضد نادي. صحيح. نادي الزمالك كان موجود، أنا بستمتع برؤيته من مكتبي 36 سنة بتسلم. يعني نادي الزمالك قدام مكتبك على طول، انت وزير شباب على طول حضرتك عارف، وزير شباب رياضه على طول قدام النادي. انا هل دخلت للنادي هنا او دخلت النادي هنا، عملت عضويه في نادي الزمالك او عملت عضويه في النادي الاهلي، انا بشتغل راجل محترف اداره رياضيه، توليت مناصب حكوميه ومناصب ان جي او او هيئات اهليه دوليه، انا سكرتير عام الفني لاتحاديه الكونفدرالية الرياضيه الافريقيه، انا رئيس الاتحاد العربي للرياضه للجميع، عضو مجلس اداره اتحاد الاتحادات الرياضيه العربيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضه للجميع، بشتغل لغايه لما وصلت للمناصب رئيس مجلس القومي للرياضه، رئيس مجلس مدينه، رئيس التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضه العرب، رئيس فريق العمل اللجنه الفنيه المعاونه لمجلس وزراء الشباب والرياضه العرب. انتماءات الانديه او التعصب لفرقه ضد الاخرى هذا حق يربي باطل. ايه هو الحق؟ الحق ان احنا مع كل حاجه حلوه في بلدنا، عندنا قطبين للرياضه المصريه، النادي الاهلي ونادي الزمالك. تعالى بقى نطلع فوق ونبقى القطبين موجودين، قطبين، القطبين موجودين على قدم المساواه فيما يتعلق باعضائهم واجراءاتهم وطروحاتهم وامانيهم، لان مفيش طعم للرياضه المصريه في غياب نادي الزمالك الرياضي، مفيش طعم. تمام، كلمة أخيرة لجمهور الزمالك تقول لهم إيه يا دكتور عماد؟ الجمهور الخارجي، نادي الزمالك نادي عريق ومحظوظ بمحبتكم. وأنا بوعدكم كلكم إن خلال هذه الفترة أتمنى إن إحنا ربنا يوفقنا بإذن الله إن إحنا ننفذ الضروري والعاجل، ونسلم الفترة بعد 52 يوم لمجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية. ده للجماهير. أما الأعضاء الجمعية العمومية بقول لهم، ماذا لو لجأت إلى جراح وأنت تنتمي إلى نادي، والجراح هيعمل عملية خطيرة ولقيته ينتمي إلى نادي آخر، هتمتنع إن هو يعمل لك العملية؟ فخلينا نقول لنضع الأمور في نصابه، دعونا نعمل لصالح هذا الكيان اللي ارتضينا بهذه المهمة، وبتكلم عن شخصي، أنا ارتضيت هذه المهمة، ما كانش عندي رفاهية الظفر، لأن قلت إن ده عمل وطني لنادي كبير جدا. بتمنى إن أنا أوفق مع زمايلي الأستاذ أحمد فؤاد الوطن الاقتصادي الكبير، والكابتن أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، إن إحنا نحقق نجاح يليق بكل عضو في نادي الزمالك الرياضي، إنه يقول الحمد لله إحنا تولينا الفترة دي علشان نسلم النادي ل مجلس منتخب، وكنا على مسافة واحدة وسنظل على مسافة واحدة، وده هيبقى معلن، وهنقول لقناة الزمالك المرشحين لو يتعاملوا بسواسية
الجريده بتاعت نادي الزمالك او الموقع الرسمي لنادي الزمالك، هنقول للمرشحين اماكنكم كلكم زي بعض، اعلاناتكم عن ترشحكم وبرنامجكم الانتخابي زي بعض، هنكون كلنا لو قابلنا حد هنقابل الكل، لو ما قابلناش حد يبقى مش هنقابل الكل. لان عاوز اقول ان الموضوع ده في النادي شائك جدا. طب معلش يا دكتور عماد، انا عايز بس اخش جواك شويه. انت طب. حاسس كده ان حتى الهجوم عليك فيه شيء من الانتخابات؟ طبعا يعني طبعاً. يعني في شغل انتخابي كده وبالتالي وجودك، لان انا مش من المناخ العام للنادي فمش عارف ايه مين، انما بكلمهم وبقول لهم طب خلينا كابتن خالد نقول حاجه تانية. اتفضل. هم بيطالبوا ان انا امشي عشان انا اهلاوي. لو عايزين يجيبوا مين؟ سين اكس فلان الفلاني او اي حد. طب فلان الفلاني ده عاوزينه يبقى انتمائه لمين ولا لمين؟ ولا عاوزين الضغط اللي في الجبهه اللي بتعمل ده، طب نجيب حد يبقى موالي لينا؟ طب الباقيين يعملوا ايه؟ فخليني انا عماد البناني اللي موجود على الكرسي ده دلوقتي اكون للكل، اكون للكل دون فرق، اكون للكل. هل 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 وجود هل وجود المدير التنفيذي، يعني هل وجودك، مش بكلم على حضرتك انت، المنصب ممكن لو واحد موجود في الوقت ده وفي انتخابات بعد 50 يوم يعمل كل حاجه لجهه على حساب جهه يقدر؟ والله هو ده تصور قد يكون خاطئ، ان هو ممكن ييسر، ممكن ده تصور خاطئ، انا قلت في البدايه ده تصور خاطئ، ان انا ممكن يبقى ليك محبه اكتر، ممكن يدي فرص اكتر، يدي اماكن ايسر، يعمل تسهيل اكثر، ده في الاحوال الغير مرضيه والغير طبيعيه. من الاحوال الطبيعيه اللي الدوله نشطت ان اللجنه دي هي اللي تسير ده، عارفه تماما ان هما مش هيقعوا في مشكله ان ده محسوب على الجبهه دي ولا الجبهه دي. ويمكن خلال السبع كام يوم الكام الثلاث ايام اللي فاتوا، يعني التكليف كان اول امبارح كله بناخد قرارات، والنهارده فقدنا اربع ساعات كامله امبارح كان ممكن يبقى فيهم عمل عشان خاطر شويه اللي يعني الهتافات او كده. لا ده مش مجاله. وبعدين من مين؟ من مجموعه من داخل النادي، من داخل النادي. طب طلبك وايه؟ طب نجيب مين؟ طب هو انا عندي امكانيه ان انا اجيب حد بدالي؟ لا امشي. طب انا لو مشيت؟ وخليك معايا يا فندم، احنا اعلنا عن الجمعيه العموميه وقلنا حضرتك الطريق لغايه يوم 20/10. طب لو مشيت هيحصل ايه؟ دروب. الدروب ده هيعمل ايه؟ يلا من الاول تاني. هيجي تيم من الناس. لا ده محسوب على كذا، لا ده على كذا. لا ده مش هيقدر. لا لا ده الانتماء تاني. لا ده متطرف في حياده. خلونا بقى النهارده نتكلم بصوت العقل ونقول خلي المهمة تمشي. والنظرة أمام حاجة مفتوحة، الباب مفتوح. بنعمل في النور. بنعلن يوميا عن القرارات والاتجاهات. بنعمل في اطار النظم واللوائح والقوانين. عندنا متطلبات بنحاول ننجزها باسرع وقت وبحرفيه. تمام. طب نعمل ايه اكثر من كده؟ تمام. دكتور عماد البناني طبعا رئيس تنفيذي للجنه الثلاثيه التي تدير النادي لما هو قادم الانتخابات لمده 53 يوم من دلوقتي. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا وتوضيحك لامور كثيره جدا كانت غايبه عن البعض.